بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الندوة المباركة ونشكركم على حضوركم، والتي هي بعنوان مؤشرات نحو تضمين القيم الإسلامية في التعليم الجامعي. مقدمة بسيطة حول هذا الموضوع، لا شك أن العالم الإسلامي الآن يعاني من تدني مستويات التعليم، وخاصة في العلوم والتكنولوجيا، حيث أن العالم الغربي الآن هو الذي يقود عجلة العلم، والذي يخطط ويدفع ويقود في هذا المضمار. وفي ظل اعتماد المسلمين على غيرهم في التطور العلمي والتكنولوجي، حتى أصبحوا تابعين لا متبوعين، أدى كل ذلك إلى تطور مناهج دراسية وكتب علمية وبحوث ومقالات أكاديمية غير نابعة من تصور الإسلام الشامل، مما جعل بعض الباحثين المسلمين والمتعلمين يفتقرون إلى النظرة الإسلامية الكلية في ميدان العلم والتكنولوجيا، بل بروز من ينادي بفصل الدين عن العلم. وهناك من لا يرى أن هناك إمكانية للدمج بينهما. إذا في ظل هذه الظروف، ظهر من ينادي من علماء المسلمين بضرورة الدمج بين المناهج العلمية الأكاديمية مع التصور الإسلامي الشامل، وتطوير المعرفة والعلوم وفق مبادئ الإسلام العادلة، وتدريس هذه العلوم وفق النظرة الإسلامية المتوازنة. لكن لا تزال هذه المناداة محدودة، وكثيرا منها ما تركز على الجانب النظري والفلسفي دون الدخول بالتطبيقات العملية أو تنزيلها على أرض الواقع. طبعا هذا مبرر، لأن التطبيقات العملية وتنزيل هذه الأمور على أرض الواقع تحتاج متخصصين في كل حقل من هذه الحقول، بينما الأمور العامة والفلسفية والتنظير ممكن أن يكون بشكل عام. كما أن كثير من هذه الدعاوى تركز على العلوم الإنسانية والاجتماعية وليس على العلوم التطبيقية البحتة. طبعا هذا أيضا مبرر، لأن العلوم الاجتماعية والإنسانية تركز على الإنسان وهو العنصر الأساسي في العملية وهو المحور، بينما العلوم التطبيقية والتكنولوجية تركز على الآلة، والتي هي بجميع الأحوال هي عبارة عن مكمل وليس الأساس. رغم اتفاق العلماء على أن العلوم الإنسانية والاجتماعية أحوج من العلوم التطبيقية إلى التكامل المعرفي، أي الدمج بين العلم والتصور الإسلامي، إلا أن التطبيقية ليست بمنأى عن هذه الحاجة، مما أدى بشكل غير مباشر إلى معاناة المتخصصين في العلوم التقنية والتطبيقية من شحة المصادر الأكاديمية التي ترشدهم إلى كيفية الدمج بين علومهم البحتة وبين الإسلام، حتى أصبح الاندماج في بعض الأحيان هو عبارة عن عملية تجميلية من خلال إضافة بعض الآيات والأحاديث هنا وهناك، أو هناك من يفسر ويؤول بطرق وأشكال متكلفة قد تضر أكثر مما تنفع، وهناك من لا يرى أهمية الدمج على اعتبار أن العلوم البحتة علوم مجردة لا تحتاج إلى دمج مع الإسلام، وهناك من يرى عكس ذلك كله، أي أنه يرى ضرورة التكامل والاندماج الكلي للعلوم مع التصور الإسلامي الشامل. ما هو الغرض من التكامل المعرفي الذي أشرنا إليه؟ الغرض منه هو جعل هذه العلوم والمعارف التي بين أيدينا نافعة ومفيدة للمعلم وللمتعلم وللمجتمع وللبشرية جمعاء في هذه الحياة وبعد الممات. ولا شك أن هناك كثير من الأحاديث التي تؤكد على العلم النافع، اللهم إنا نسألك علما نافعا،
اللهم انا اعوذ بك من علم لا ينفع، كما ان العلم النافع هو الذي يعتبر صدقه جاريه للمرء بعد موته، اذا مات الانسان وقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به. اذا هذا العلم الذي ينتفع به هو العلم النافع الذي نريد ان ننشره الى البشريه جمعا. طيب، أسلمت العلوم وعناصرها. ظهر هذا المصطلح في العقود الماضية بطرق مختلفة، من كأسلمت العلوم والتكامل المعرفي، التأصيل الإسلامي، وغيرها من المصطلحات. ونحن الآن لسنا بصدد الأخذ بهذه المصطلحات أو أخذ غيرها وترك البقية، أو الاتيان بمصطلحات جديدة، لسنا بصدد هذا الأمر، لكن هي كلها تركز على نفس المفهوم. فهناك من أخذ الجانب علم المصطلحات، وهناك من توسع في ماهية هذا العلم وأبعاده وحدوده وأهميته والحاجة إليه، ومنهم من ذكر أسباب ظهوره ونشأته وتاريخه والتحديات والعوائق، ومنهم من عدل التعريفات وجاء بتعريفات جديدة، ومنهم من توسع بذكر رجالات هذا العلم وآرائهم وفلسفاتهم، ومنهم من تبحر بالجانب الفلسفي والنظري، ومنهم من عدد المنشورات السابقة والمؤلفات في هذا المجال، ومنهم من أخذ الجانب النقدي والاعتراضي، ومنهم من درس حالات معينة كيس ستاديز، ومنهم من وضع أسس ومعايير، ومنهم من حاول وضع مقاييس واختبارات ومؤشرات الأداء. لكن كل ذلك يمكن أن يقسم إلى ثلاثة محاور: ماذا ولماذا وكيف. والسؤال الأخير كيف هو ما سنحاول التبحر به في هذه المحاضرة. إذا نحن نريد أن نقول كيف ننزل هذه العناصر الإسلامية، هذه المضامين، إلى أرض الواقع في القاعة الدراسية، في الفصل الدراسي، في المادة العلمية. هذه التوجيهات بشكل عام موجهة لمؤلف المادة، عندما يؤلف المادة كيف يقوم بتضمين هذه العناصر في مادته، أو مدرس المادة كيف يقوم بتضمين هذه العناصر في المادة التي يدرسها. طبعا هذه العناصر بعض منها يجب أن يكرر باستمرار في الفصل الدراسي، ومنهم من يمكن أن يشرح مرة واحدة. فسنحاول الآن ذكر أهم هذه العناصر. طبعا هذه العناصر يمكن أن تتطور لتصبح عبارة عن نموذج، عبارة عن قائمة تدقيق، تشيك ليست، تحوي هذه العناصر على قائمة، بحيث يقوم مقرر المادة بالسير وفق هذه القائمة، والتأكد أنه قام بجميع هذه العناصر في المادة الدراسية، أو أخذ بجزء منها، بحيث على الأقل عنده خارطة طريق. طبعا هذه العناصر أيضا يمكن أن تستعمل كتقييم للتكامل المعرفي في الفصول الدراسية، فهي عبارة عن مؤشرات لتضمين القيم الإسلامية في العملية التعليمية. طبعا نحن نتكلم هنا عن العملية التعليمية في الجامعات، التعليم الجامعي. طيب، العنصر الأول وهو الهدف والرؤية والرسالة. هل يجب أن يكون الهدف واضح؟ الهدف واضح للطالب؟ الهدف واضح للأستاذ قبل الطالب؟ الهدف من خلق الإنسان؟ الهدف من وجود الإنسان هنا؟ ما هي واجبات هذا الإنسان؟ هذه الأمور العامة جدا يجب أن توضح في الفصل الدراسي. هذا أهم عنصر، وهو وضوح الهدف لدى الأستاذ ولدى الطالب. نتكلم عن عبودية الله، نتكلم عن مرضاة الله، وأيضا ننتقل إلى هدف الإنسان أي الطالب من طلبه للعلم. لماذا الطالب هنا؟ لماذا جاء الدراسة هنا؟ هل لأجل الشهادة أم لأجل
التعلم والاستفادة والإفادة، مع أهمية طلب العلم، أهمية نشر العلم، أهمية الاستفادة من هذا العلم ليصبح علم نافع. إذا انتقلنا الآن من الهدف الأسمى للإنسان على هذه المعمورة، ثم الهدف من طلب العلم، ثم النزول إلى هدف المادة التي نقوم بدراستها. ما هو الهدف من هذه المادة؟ كيف نخدم المجتمع ونخدم الأمة من خلال هذا العلم الذي بين أيدينا؟ ننتقل إلى عنصر آخر، وهي ضرورية الإخلاص والنية في طلب العلم. إذن على الأستاذ أولا والطالب ثانيا عقد النية. أننا جئنا هنا للدراسة، للعمل الخالص لوجه الله، ليتحقق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وليس لغرض مادي أو غرض الحصول على شهادة فقط. الشهادة ستأتي تحصيل حاصل، والنية لا شك أنها أهم من العمل، حيث أن النية تضاعف الأجر، والنية يمكن أن تكون متعددة لتعدد الأسباب. أيضا على الأستاذ مقرر المادة تحفيز الطلاب وحثهم على طلب العلم، على تحمل المسؤولية، على إضفاء روح الحماسة والدافعية لديهم، وإعلامهم أنهم على ثغرة، أن هذه فروض كفاية، يجب عليهم أن يتعلموا ويعلموا ويتحملوا المسؤولية، فهذه أمانة. إذن انتقلنا الآن إلى عنصر جديد وهو التحفيز والحث. ننتقل إلى عنصر جديد وهو التكامل المعرفي الذي أشرنا إليه أولا، وهو الربط بين علوم النقل وعلوم العقل، بين علوم الوحي والعلوم المكتسبة. فهذا الربط مهم جدا، الربط بين الدين والدنيا، هذه أمور مهمة، فيجب الربط باستمرار. عند الحديث مثلا على سبيل المثال المخترعات، الاكتشافات تربط مع نعم الله علينا، على كرمه على عباده، لطفه بعباده، على جوده. عندما نتكلم عن المخلوقات الكبيرة والصغيرة كالسماوات والمجرات والجبال، نتكلم على قدرة القادر، نستشعر عظمة الله وغيرها من المعاني. إذا نحن الآن نتكلم عن التكامل المعرفي. أيضا من العناصر ربط المادة مع العلوم الأخرى، فهذه العلوم ليست مجردة بذاتها، وهي مرتبطة، بحيث ينظر المتعلم، ينظر الطالب إلى النظرة الشمولية، يرى الصورة بأكملها، فيستطيع معرفة أين موقعه في هذه الخريطة، بحيث لا يأتي إلى مادة يدرسها يحفظها دون الفهم الكامل لهذه المادة، وكيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وما العلاقة بينها وبين العلوم الأخرى. إذا ربط هذه المواد مع بعضها البعض هو يؤدي إلى سعة الرؤية، النظرة الشمولية للمادة، يستوعب الطالب والمتعلم النظرة الكلية، الخارطة المتكاملة، وهكذا. إذا هذه النظرة الشاملة قبل الدخول بالتفاصيل. أيضا من العناصر هي الخلفية الفلسفية. لماذا هذا العلم؟ لماذا ندرسه؟ ما الفائدة من دراسته؟ هل يمكن الاستغناء عنه؟ هل هذا العلم كان موجود قبل 500 سنة؟ هل سيستمر؟ أم أنه علم متغير؟ هذه الأسئلة الفلسفية العامة حول المادة التعليمية مفيدة للطالب، بحيث الطالب ينظر الآن نظرة شمولية، نظرة عامة، نظرة استيعابية، بحيث ينظر ما هي الأمور الثابتة، ما هي الأمور المتغيرة بهذه النظرة الفلسفية. ننتقل الآن إلى عنصر آخر وهو تاريخ العلوم. هذا العلم الذي بين أيدينا كيف نشأ؟ ما هي مبررات نشأته؟ ما الفوائد؟ ما التصورات السابقة؟ كيف تطور مع الزمن إلى أن وصل إلينا؟ كل هذه الأمور ستبني لدى الطالب معلومات إضافية، بحيث لا يأخذ هذا العلم مجرد، يعلم أنه تطور هذا العلم مع الزمن، وأنه قابل للتطوير، وأنه كما أن هذا العلم قد يكون متغير وليس مسلم، فكثير من الأمور
كان الناس تنظر إليها بشكل معين، ثم تغيرت نظرة الناس إليها، ثم اكتشفوا اكتشافات جديدة. يعني كان الناس تظن أن الأرض هي مركز الكون، ثم بعد ذلك انتقلوا وأصبحوا يعلمون أن الأرض حجمها حجم صغير، أنها كروية وليست منبسطة. كثير من الأمور يتعلمها المرء مع الزمن، فيعلم أن نظرة الإنسان نظرة قاصرة، وأن هناك ليس كل ما يظنه المرء من المسلمات هو كذلك، فالأمور قد تتغير. طبعا يعلم أن هناك أمور ثابتة وهناك أمور متغيرة. أيضا من العناصر هي ذكر إنجازات علماء المسلمين في هذا المجال، في هذا المضمار الذي بين أيدينا. فالعلماء المسلمين أنجزوا كثير من الأمور في مجالات مختلفة، في الكيمياء وفي الطب وفي الجيولوجيا وفي الجغرافيا وفي الفلك وفي التاريخ وفي كثير من العلوم، حتى في موضوع الأتمتة والروبوتكس كان لهم الكثير من الإنجازات. فعندما نذكر إنجازات المسلمين يتولد لدى الطلب أنهم كما أن أجدادهم كانوا من قيادات هذه العلوم، فهم أيضا بإمكانهم أن يقودوا، وأن لديهم القدرة على قيادة عجلة العلم مرة أخرى. كما أننا أن مقرر المادي يذكر أن علماء المسلمين الأوائل كانوا علماء موسوعيين، لديهم النظرة الشمولية، كان هدفهم والدافع لديهم من نشر العلم وخدمة الإنسانية وخدمة المجتمع وطاعة الله. وكما أن البيئة الحاضنة في ذلك الوقت كانت بيئة تساعد وتقدر العلم والعلماء، وكيف أن العلماء مقدرين في الإسلام، وكيف أتاح علماء المسلمين علومهم للآخرين وقاموا بنشرها بين طلابهم ولدى العامة ولدى غيرهم مجانا دون الاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر وغيرها من الأمور المستحدثة الآن. فكان الهدف هو نشر العلم وعدم كتمانه. إذا إنجازات علماء المسلمين في هذا المضمار، في هذا المجال الذي بين أيدينا، أيضا من العناصر المهمة التي على مقرر المادة أن يذكرها لطلبته. من العناصر أيضا هو التصور الإسلامي الشامل للحياة. فالإسلام ليس هو فقط دين في المسجد، بل هو نظام متكامل لحياة المرء في بيته وفي مدرسته وفي جامعته وفي سوقه وفي حياته الشخصية والاجتماعية وعلاقته مع غيره، فلم يغفل عن جانب دون جانب. فينبغي على مقرر المادة أن يوضح لطلبته أن التصور الإسلامي هو شامل من عقيدة وشريعة وأخلاق، وأنه مبني على أهداف واضحة، وأن الإنسان هنا مستخلف، وأنه في عبارة عن اختبار حقيقي لننظر كيف تعملون أيكم أحسن عملا. فالإنسان هنا في اختبار، في امتحان، فعليه أن يسعى وينجح في هذا الاختبار. فدين الإسلام يؤمن بالحرية والعدالة والتيسير والمساواة، ويحثنا على التفكر والنظر في الكون. فهذه من الأمور التي أيضا أن تكون متضمنة في المادة العلمية. أيضا من العناصر الأخرى وهي مقاصد الشريعة. فكما نعلم أن مقاصد الشريعة من حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، فبالتأكيد المادة التي ندرسها تخدم هذه الأمور، تخدم الإنسان، تخدم العقل، تخدم المال، حسب المادة. قد تكون مادة اقتصادية، قد تكون مادة طبية تخدم الحياة البشرية، وبالتالي هي حفظ النفس، أو قد تكون مادة تحفظ الدين، حفظ الدين، وهكذا. فمقاصد الشريعة مقاصد متكاملة، ولا شك أن المادة التي بين أيدينا، المادة الدراسية، هي تسعى في هذه الاتجاهات، سواء بالسعي نحو عنصر واحد أو أكثر من عنصر في نفس الوقت. أيضا من العناصر خدمة المجتمع والأمة. هذه المادة التي ندرسها كيف نستخدمها لخدمة المجتمع؟ كيف نخدم المجتمع من خلال هذه المعلومات ومن خلال هذه المادة؟
في حياة اليوم، في الطب وفي الزراعة وفي الاقتصاد وفي غيرها. ما هي الآثار الإيجابية لهذه المادة، وأيضا ربما السلبية إذا استخدمت بطرق غير مسؤولة. إذا الحديث عن المسؤولية المجتمعية، عن التنمية المستدامة في خدمة المجتمع والأمة. إذا أيضا من العناصر التطبيق العملي. هذه المادة التي ندرسها ليست في قاعة الدراسة وفي الفصل الدراسي فقط، بل يجب أن تنزل على أرض الواقع. كيف نستفيد من هذه المادة على أرض الواقع؟ كيف نطبقها؟ ما هي التطبيقات العملية لهذه المادة على أرض الواقع؟ كيف يمكن الاستفادة من هذه العلوم وتحويل النظريات النظرية إلى تطبيقات عملية في الحياة اليومية؟ إذن هذا عنصر آخر. أيضا من العناصر الأخرى التأصيل ودعم المعلومات بالآيات والأحاديث. نحن نتكلم عن تضمين القيم الإسلامية. لا شك أن هناك كثير من الآيات التي لها علاقة بالموضوع الذي نقوم بدراسته وتدريسه، فالربط بين هذه الآيات وبين المادة الدراسية لزيادة الإيمان واليقين، وأيضا للتأكيد على صحة هذه الآيات وصدق هذه الأحاديث. إذا نحن نؤكد صحة المعلومات من خلال الآيات والأحاديث، وأيضا نزداد يقينا بأن العلم أثبت ما جاء به القرآن والحديث الشريف من غير تكلف أو إنزال الأمور على غير مكانها الصحيح. أيضا من الأمور نقد المادة، critical thinking، لأن كثير من العلوم كما ذكرنا تم إنتاجها من قبل الآخرين، فنريد أن نعيد صياغة هذه المادة من خلال التصور الإسلامي، فتصحيح الأخطاء، حذف المخالفات، استبدال المعلومات غير الصحيحة، تغيير المعلومات حسب الحاجة، ونقد الموضوع، النقد المنطقي، رفض الأفكار المخالفة. لأن هناك طبعا نحن نتكلم عن مواد بشكل عام، يعني قد تكون هناك مواد اقتصادية تتكلم عن الربا، بالنسبة لهم فوائد البنوك، ما يعني بالنسبة لهم الأمور عادية وهكذا. فإذا نحن يجب أن ننقد الموضوع من خلال النظرة الإسلامية، نقول أن هذا مخالف لما جاء به الدين الإسلامي. أيضا كما أننا ذكرنا نقد المادة، أيضا تقدير المادة من خلال المادة الصحيحة. هناك أمور لا شك أنها صحيحة، وكثير منها، كثير من المواد التعليمية التي أنتجت من قبل الآخرين هي صحيحة ومفيدة. عندما نتكلم عن الطب والهندسة والكيمياء والأحياء وغيرها، كثير من المعلومات هي، أو أكثر المعلومات هي معلومات صحيحة، فيجب أن نستفيد ونشكر ونقدر ونثمن ما جاء به الآخرون، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. والاستفادة والإفادة من هذه العلوم النافعة، فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. وكما أننا انتقدنا المادة وقمنا بتقدير الأمور الصحيحة، علينا أيضا أن نساهم في التطوير العملي. أيضا التحليل السليم. التحليل السليم للمادة، تقييم الموضوع بشكل سليم وموضوعي، بعيدا عن الأمور يعني المخالفة، إضفاء التعقيبات المستمرة من وجهة نظر الإسلام، فلا يكتفى بالشرح دون التعليق والتعقيب والتعليل والتنبيه من وجهة نظر الدين الحنيف، ومقارنة نظرة الإسلام في هذا العلم على النظرة الأخرى. إذن التحليل السليم المنطقي البعيد عن التطرف، أخذ الأمور بموضوعية. أيضا من العناصر التنقية للمادة الدراسية من الأخطاء والمعلومات المضللة والتزوير والكذب والتلفيق، ويجب الاهتمام برفع مستوى المادة الدراسية، الاعتناء بجودة الخطاب، تجنب المبالغة في الوصف، المحافظة على الحيادية في ذكر المعلومات، عدم التحيز، الاعتناء بوضع المصادر العلمية وعدم الاقتباس من الآخرين دون الرجوع إليهم وذكر مصادرهم. إذا هذه هي الإتقان في المادة العلمية، يجب الإتقان، يجب أن تكون المادة متقنة
ونحافظ على هذا المستوى. أيضا تذكر الله سبحانه وتعالى من خلال المادة الدراسية، تذكير المتعلمين بخالقهم، اذكروا الله ذكرا كثيرا، تذكيرهم بالله الواحد بأسمائه صفاته، كلما سنحت الفرصة وهي كثيرة، الفرص كثيرة لأن أسماء الله الحسنى وصفاته كثيرة. فكثير من الأمور التي نتعلمها لها علاقة بنقول الله القدير، الله الخالق، الله المدبر، وهكذا. فكثير من الأمور لها علاقة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فتذكر هذه الأمور أثناء العملية التدريسية دون تكلف وبشكل منطقي وبشكل حيادي بعيدا عن التكلف وأخذ الأمور بالموضوعية. الدعوة إلى الله أحد العناصر هو استخدام هذه المادة الدراسية بشكل غير مباشر. نحن ما ذكرناه الآن من تضمين القيم الإسلامية في العملية التعليمية هي دعوة غير مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى دين الله الحق، عرض الإسلام بشكل غير مباشر من خلال المادة الدراسية، نشر سماحة الإسلام، بسط تعاليمه للجميع. فهذه الأمور هي من الدعوة إلى الله. أيضا من العناصر الثقافة الإسلامية، الثقافة الإسلامية بشكل غير مباشر، نشر هذه الثقافة الإسلامية من خلال المادة الدراسية، بحيث يحصل المتعلم على كثير من المعلومات حول دينه وحضارته وتاريخه وعلماء المسلمين بشكل غير مباشر وهو يدرس هذه المادة التي هي ربما مادة رياضيات. والأمثلة كثيرة في هذا المجال. أيضا من العناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما سنحت الفرصة، أي تقديم النصيحة للطلاب للمتعلمين بما يتعلق بهذه المادة العلمية كلما اقتضى الأمر. فهذا جانب مهم يجب استغلاله لغرض إصلاح الفرد ثم إصلاح المجتمع. فإصلاح هذا الفرد الطالب بكيفية الدراسة، كيفية ضرورة القدوم إلى الفصل مبكر، ضرورة أخذ الأمور بجدية والأمانة والمسؤولية وهكذا. فإذا نصح الطالب بشكل مباشر وغير مباشر وفق الأسس والمعايير المعمول بها، عدم تعنيف الطالب والأخذ الأمور بحكمة وبروية وبرحمة، هذا هو المقصود هنا. أيضا إضفاء الأخلاق الإسلامية في المادة الدراسية، كثير من الأخلاق الإسلامية التي ينبغي التركيز عليها كلما اقتضت الحاجة، يعني نتكلم عن الصدق، نتكلم عن الشفافية، نتكلم عند تطوير البرمجيات على عدم الغش وعدم التجسس والصدق في التعامل وهكذا، عندما نتكلم عن الهندسة والطب والعلوم الأخرى، عدم الإهمال، عدم الغش، الالتزام بالأمانة والعدل وهكذا. هذه الأمور الأخلاق الإسلامية أن يتم تضمينها في المادة الدراسية التي بين أيدينا بأشكال مختلفة، بحيث يصبح الطالب متحمل ويحمل هذه الأخلاق الإسلامية في دراسته الهندسية والطبية وغيرها. أيضا من الأمور الأخرى كما ذكرنا وهو تكميل النقطة السابقة، التربية الأخلاقية. فالأستاذ المادة وليس فقط مدرس لمادة مجردة، بل هو أيضا مربي، هو أيضا معلم، هو أب أطوف على طلابه، ييسر عليهم الأمور، يحترمهم، يستمع لهم الإنصات لما عندما يتكلمون، الرحمة بهم والشفقة والعطف ومساعدتهم داخل الفصل وخارجه، المحافظة على وقت الدراسة، أيضا على الأستاذ القدوم في الوقت والخروج في الوقت المحدد، وعدم إضاعة الوقت واستغلال المادة العلمية بشكل جيد والانتهاء منها بشكل جيد. إذا هذه التربية الأخلاقية هي أمور غير مباشرة تأتي مع الأمور الدراسية بحيث تصبح جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية. أيضا العلم النافع، على مقرر المادة أن يحرص على جعل علمه مفيدا ونافعا لطلابه، كما ذكرنا في البداية أننا نريد أن يصبح هذا العلم نافع. إذا عندما يدرس أي مادة يجب أن يحرص على الاستفادة من هذا العلم. كيف يصبح هذا العلم نافع للفرد وللمجتمع وللآخرين
فزكاة العلم تعليمه، فنريد أن يصبح هذا العلم منتشر ونافع للجميع. أيضا من العناصر هو التفكر والتدبر، التشجيع على التفكير من خلال المادة الدراسية، استعمال العقل، التحليل والتعليل بشكل منطقي، التشجيع على التدبر والتفكر والبحث والحكمة من هذه القوانين التي ندرسها والنظريات والموضوعات وهكذا. إذا التفكر والتدبر هو جزء من المادة التدريسية، فلا نأخذها مجردة، بل ننظر نظرة كبيرة، نتدبر فيها ما هو الغرض منها، ما هو الحكمة من وجود من هذا القانون وهكذا. أيضا الإتقان والإحسان والجودة في المادة العلمية، سلامة اللغة، وضوح الصور، وضوح الطباعة، الإتقان في نوع الخط وحجمه والأشكال الهندسية، فهذا الإتقان هو أيضا من الأمور المستحسنة في المادة الدراسية. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإتقان المادة التعليمية، إتقان الكتاب، إتقان التأليف، إتقان هذه الأمور يعني يجب المحافظة عليها، وإتقان والجودات. أخيرا، هذه كل ما ذكرنا من هذه الأمور لا يمكن أن تتم إلا بالاستعانة بالله، فلا يمكن أن تتحقق هذه الغايات والأهداف إلا بالاستعانة والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ونعلم أنه لا نستطيع أن نقوم بها إلا بالاستعانة به والالتجاء إليه وطلب العون منه والدعاء وغيرها من الأمور، بحيث نقوم نأخذ بالأسباب ونستعين ونتوكل على الله. إذا هذه أهم العناصر التي وضحناها هنا، وكما نشاهد هي عبارة عن خارطة الطريق، عبارة عن عناصر يمكن أن تصبح نموذج لتضمين القيم الإسلامية في العملية التعليمية، فهي عبارة عن أشبه بتشيك ليست، أشبه بقائمة تدقيق، أشبه بنموذج يمكن أن يساهم في وضع خطة للأستاذ في تضمين القيم الإسلامية في العملية التعليمية. ولا شك أننا نحن نتكلم الآن بأمور عامة، الأستاذ هو يستطيع أن يأتي بالأمثلة المناسبة، هو يستطيع أن يحول هذه النظريات إلى أمور تطبيقية، هو يعلم كيف ينزلها على أرض الواقع، هو يعلم كيف يفيد من هذه المادة يجعله علما نافعا، هو يعلم كيف يخدم المجتمع والإنسانية من خلال هذه المادة. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم، ونختم هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.